أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، ننتقل ونستكمل فقراتنا اليوم من صباح الشارقة، وبنتكلم عن أهمية تقوية جهاز المناعة من خلال الغذاء، خصوصا في مواسم معينة اللي تكثر فيها نزلات البرد وكذلك الفيروسات. لذلك يسعدنا أن نتواصل عبر الاتصال الهاتفي مع الأستاذة معصومة الجسمي، مسؤولة قسم التغذية السريرية في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ونائبة في جمعية التغذية السريرية. صباح الخير أستاذة. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا أستاذة. بداية أستاذة، نتكلم عن أهمية الغذاء بالنسبة للأطفال لتقوية جهاز المناعة. طبعا أهمية التغذية بالنسبة للأطفال في هالعمر، للعمر من أول يوم لين ما يوصلون عمر 5 سنوات أو 6 سنوات، وايد مهمة. ونبدأ أولاً بتعزيز أو بتقوية المناعة من الرضاعة الطبيعية، لأن الرضاعة الطبيعية خلال عملية الرضاعة تنتقل كثير من الأجسام المضادة، كثير من الأجسام المناعية من الأم إلى الطفل، مما يعزز من مناعة الجهاز الهضمي ويمنع الحساسية، يمنع الإسهال، يمنع الالتهابات. فكل هالفترة الحساسة من عمر الطفل لازم نعززها بمناعة قوية عشان نحمي الطفل من المضاعفات اللي بعد، يعني اللي تكون مع ضعف المناعة. في عدة دراسات تثبت أن المناعة لو مثلا الطفل ما يحصل على الغذاء الصحي وتغذيته تكون مش قويه، فهالطفل يكون معرض لضعف الجهاز المناعي وبالتالي للامراض الدارجه. نتكلم استاذه عن اهميه الغذاء وتغذيه الطفل والحرص عليها خلال موسم الانفلونزا. طبعا مشكله الانفلونزا، او الحين نحن في الوقت الحالي جائحه كورونا، في عده اعراض تصاحب، تكون اعراض اوليه مثل السعال، مثل الاسهال، مثل الالتهابات. فدائما نحن نسعى ان نعالج هالاعراض، يعني قدر ما نقدر نعالج، لو نقدر نعالج هالاعراض في البيت، ولو لا سمح الله ان زادت الاعراض نوصل الطفل للمستشفى. فالاعراض الاوليه مثلا موضوع الاسهال، فباعطاء الطفل كميه مناسبه من السوائل. نكون حريصين ان نعطي المواد المضاده للاكسده، الاغذيه الغنيه بالبوتاسيوم مثل الموز، مثل عصير التفاح، مثل البطاطس، وكذلك نعطي مثلا اللبن او الروب اللي نحن نسميه بلهجتنا العاميه، لان الروب غني بالبكتيريا النافعه للجسم، فها يحميه من الاسهال او يقلل من نسبه الاسهال للطفل. وكذلك بالنسبه للسعال او الكحه، في البيت نقدر نعالج الطفل عن طريق اعطاء مثلا الماء، الشربات الدافئه، الشرب الغنيه بالخضروات، الغنيه بالعناصر والفيتامينات مثل البوتاسيوم، مثل الاملاح، عشان نعوض الملح او الاملاح اللي الطفل يفقدها خلال فتره الاسهال او فتره نحن التعرض لهالاعراض. نتكلم أستاذة عن أنواع السوائل اللي ممكن يتناولها الطفل خلال هذه الفترة. وكل السوائل الدافئة مثل ما نحن قلنا، أن السوائل تكون إما عن طريق السوائل أو الشوربات اللي بدون كريمة، بدون أشياء، يعني مثلا الدهون تكون شوربات بسيطة فيها نسبة زينة من الأملاح. الشوربات أكثر شيء شوربات الخضروات، أحسن شوربة يعني نحن نقدر نعطي حق لها في البيت. ذكرتي أستاذة مضادات الأكسدة، شو أنواع مضادات الأكسدة اللي ممكن الطفل يأخذها عن طريق الغذاء؟ المضادات الأكسدة عندنا وايد، عدة مجموعة من المضادات الأكسدة اللي نحن نقدر نحصل منها. أهم مصدر من مضادات الأكسدة هي الحبوب الكاملة. المصدر الثاني هو مثل ما قلت لك الروب. المصدر الثالث كل الخضروات الورقية الداكنة،
مثل السبانخ، عندك مثلا البروكلي، هل اخذ الخضروات له مصدر جيد من مضادات الاكسده واللي تساعد على حمايه محاربه الفيروسات وحمايه الطفل من اصابه باي التهاب باي نوع من الالتهابات؟ أستاذة، العديد قد يلجأ لبعض الأمور أو الأغذية الموجودة في المنزل لتجنب مثلا الإصابة بالإنفلونزا أو تخفيف الأعراض، مثلا يستخدمون العسل بكثرة، للأعمار اللي شوي أكبر ممكن يستخدمون الزنجبيل أو البهارات، هل هذه الأمور مسموحة للاستخدام بالنسبة للأطفال؟ نعم، بالنسبة للأطفال نعم، الزنجبيل وايد يساعد على التهاب الحلق، يمكن يساعد في حالة الغثيان. بالنسبة للعسل وايد زين لو مثلا نخلط عسل في أعمار أكبر، مثلا عمر سنة فما فوق، نخلط العسل مع ماء دافي وايد زين حق التهاب الحلق، يساعد على تخفيف التهاب الحلق. فهالمواد مثل زنجبيل او مثلا حتى الكركم، الكركم لو نخلط شويه كركم مع شوربه فها يساعد من المواد المضاده للاكسده وتساعد على التخفيف من التهاب اللوز، التهاب الحلق، ويريح الطفل. استاذه، نتكلم عن اهم الفحوص الدوريه اللي ممكن الاهل يقومون بها للطفل للتاكد من مناعة الطفل أو قوة مناعة الطفل. طبعا لازم على الأهل دائما يلاحظون على الطفل، شهية الطفل، هل هو إن شهيته ممتازة، ياكل أكلات الوجبات الثلاثة، الوجبات البينية، ما عنده أي نوع من الإمساك، ما عنده حالة من الكسل إنه هو دائما يبغى ينام، ما عنده أي نوع من عدم من قلة النشاط. فالفحوصات الدورية تساعدنا نعرف نحن وين، نحن وين واصلين بالنسبه لتغذيه الطفل، وين شو عنده، شو اي يعني اي نقص عنده، عشان نحن ندارك هالنقص ونوديه اي يعني عند الشخص المتخصص ويعالج هالنقص. وبالذات مثلا لو عرفنا ان الطفل عنده نقص في الحديد، او عندنا مثلا نقص في الكالسيوم، او عنده نقص في الفيتامينات، فكل هذا الفحوصات الاوليه، التقييم التغذوي او التشخيص التغذوي يساعدنا ان ندارك الموضوع ونعالج الطفل تغذويا بدون ما يتطور، يعني الحاله تتطور ويوصل لمرحله متقدمه. أستاذة، أحيانا الأهل يتوجهون لإعطاء الطفل بعض المكملات الغذائية الموجودة في الصيدلية، هل يعني إعطاء الطفل هذه المكملات سواء كانت على شكل حلويات قابلة للمضغ أو غيرها من أنواع الفيتامينات، هل يمكن للأهل إعطاء الأطفال بدون استشارة الطبيب أم يفضل دائما اللجوء للطبيب في هذه؟ صراحة أنا ما أنصح أن أي أهل، يعني الأهل يعطون الأطفال فيتامينات أو أي مكملات غذائية بدون أي تشخيص، لأن يمكن هالفيتامين يكون له أثر سلبي على الطفل. يعني مثلا على سبيل المثال، مش عندنا فيتامين A، فزيادة فيتامين A يكون مادة سمية، فيكون مضر بالنسبة للطفل، يمكن يتساقط شعره، يمكن يكون عنده بها يعني يأثر على حالته الطبية. فدائما يكون أي نوع من الفيتامينات أو من المكملات الغذائية عن طريق استشارة، إما عن طريق وصف من الطبيب أو عن طريق الإخصائية التغذية بالنسبة للمكملات الغذائية. لأن نحن بوايد نلاحظ أن الأمهات بمجرد ما شافوا أن الطفل عنده شوية مثلا نقص في الوزن أو أن عنده قلة في الشهية، مثلا الأم تلجأ للمكملات الغذائية. في بعض المكملات الغذائية يكون فيه نسبة البروتين أعلى من الحليب العادي أو من المنتجات العادية، فيمكن يكون يعني لود على الكلى. فالمفروض ما نلجأ لأي شيء، لأي مكمل غذائي أو فيتامينات بدون استشارة طبية، بدون فحص كامل للطفل أنه هو خالي من أي مشاكل طبية، يتحمل هالنوع من مثلا الفيتامينات، يتحمل نوع من النسبة من البروتين اللي موجود في المكملات الغذائية، نسبة الدهون الموجودة في المكملات الغذائية، ملائم للطفل بدون أي مشاكل يواجهها في المستقبل. أستاذ،
أستاذة، التوعية جدا مهمة بالنسبة للأم أو الأب أنهم يعرفون أهمية تغذية الطفل والأنواع المناسبة لعمره، وكذلك العناصر الغذائية الأساسية لتغذية الطفل بعيدا عن ما يفضله الطفل شخصيا من أنواع معينة من الأغذية. خبرينا أكثر عن ضرورة التوعية بأهمية أنواع وأصناف معينة من العناصر الغذائية في غذاء الطفل. طبعا وايد مهم ان الطفل نبدا اولا بالتغذيه الصحيه، كيف ان اكله يكون متنوع متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائيه، ما نهمل اي نوع من الاغذيه، ما نركز على نوع واحد. مثلا وايد من الاطفال يكون مثلا اكلهم عباره عن ارز وروب، مثلا العيش والروب، يكون مثلا في وجبه الغداء وجبه العشاء ياكل بس نوع واحد من نوع واحد من الاغذيه. فهذا يكون سبب هو صح ياكل يمكن يزيد وزنه من عن طريق هالاكل اللي هو جالس ياخذه، بس يسبب ان يكون عنده نقص في عناصر غذائيه ثانيه. زين، فالتنوع وايد مهم في تغذيه الطفل. تعويد الطفل من بداية بعد 6 شهور، يعني بعد ما نخلص الرضاعة الطبيعية، لازم نبدأ بإدخال المكملات الغذائية تدريجي بكميات صغيرة، ونزيد الكمية يوم عن يوم لين ما نوصل الكمية اللي يكون يعني الكمية تكون يعني كافية للطفل. من الأشياء المهمة إن نحن مثل ما قلنا ندخل الأشياء الخضروات الورقية، ندخل المكسرات، الدهون الصحية مثل الأسماك، الدهون الصحية، الدهون الأسماك الزيتية مثل التونة، السردين، هالأسماك اللي يكون فيها أوميجا 3 غني بفيتامين بي 6، المكسرات تكون غنية بالألياف، تكون غنية بالحديد، هو بعد مصدر من مصادر الدهون الصحية. فالأفوكادو بعد من المضادات الأكسدة الجيدة واللي يحتوي على الدهون الصحية. ممكن الطفل مثلا اللي يعاني مثلا نوعا ما نقص في الوزن ممكن اعطاء المكسرات الأفوكادو بالطريقة الصحية يزيد وزنه بدون ما يكون معرض لزيادة وزن اكثر عن اللازم. شكرا لك أستاذة معصومة الجسمي، مسؤولة قسم التغذية السريرية في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ونائبة في جمعية التغذية السريرية، على هذه المعلومات القيمة.